السلام عليكم. هذا التصوير الرابع تقريبا، الرابع بعد شهر ونص او شهر 20 يوم تقريبا من اول ما اشتلت ثلاث الطماط هذي، الحرين فيش والفيش. صار لي تقريبا اربعة ايام ما طليت عليها فوق على المحمية. اهم شيء الماكينة شغالة، اذا الماكينة شغالة مو مهم طليت عليها، يعني شغالة تماتيك وخلاص. هذا ما شاء الله الطماط هني، الأربعة أيام هذه تقريبا ما يعني شوي كسلت فيهم، ما استخدمت فرشاة الأسنان، ففي بعض ورد الطماط قاعد يصير يصفر ويذبل ويطيح لأنه مو متلقح، ففرشاة الأسنان ضرورية بالمحمية اللي ما فيها، ما يوصل لها النحل، ما يوصل لها حشرات تلقح الطماط. فعندي وايد في ورد يعني عنقود كامل اثنين ثلاثة والباقي طايح مو ملقح، وهذه فرشاة الأسنان اللي هي هزاز اللي فيها اهتزاز على البطاريات. مع الاهتزاز يطيح حبوب اللقاح فتلقح الوردة الدايرة. شوف هني ما شاء الله، هني هذه الشيرة واحدة ما شاء الله فيها. شوف هني هذا الورد اللي اتكلم عنه انا مو متلقح، هذا ليش اربعة ايام تقريبا ما طليت على المحمية، فالورد هني ذبل مو متلقح، ذبل وطاح. فضروري ضروري اللي هو التلقيح. شوف هذا هني حرنكش، هذا الحرنكش تقريبا كل ورقة عندها ثمرة. هذه هني في هذه شجرة الحرنكش، كل ورقة تقريبا عندها زهرة أو ثمرة. هذا الرشاد، شوف هذيل آخر شيء تقريبا اللي ما صاروا طاحوا، اللي آخر شيء ما تلقحوا من فرشات الأسنان. هذه النوعية من الطماط يصير لونه غامج قريب للأسود. هذا شريت ثلاث طماط من مركز لولو وزرعت البذور طلعت ما شاء الله تمام نفسه. هذه فوق فيه هذه النوعية ممتازة، هذه النوعية اللي هي نفس هذه. هذه فوق هني في فوق بعد، وفي ازهار فوق في ازهار ضروري تلقيه. هذا هني بدا يصير اصفر يعني ذيل الاحمرار، شوي شوي بدا يصير احمر داخل. هذا بيصير احمر النعناع، هذا النعناع مرتفع، شوف ارتفاع وين اللي واصل، قاعد يشيلون منه الاهل. هذا هني الرويد قاعد ياخذون الورق بس راس هني الرويد يقصون الورق يطلع جديد على طول. هذا قسم طماط حطيته هني على اساس اني ازرعه ونسيته طالع مكان مصب الماء. الخس اخذ من الورق من تحت قام ياخذ طول وبلش قريب يصير في ازهار بعد.
الفراولة، طلعت أفرع جديدة حطيت لها بقلاصات، بقلاص بس هذا الأفرع الجديدة من الفراولة، من اللي يطلع لها جذور شوي بعد تصير أقوى شوي قصها وشيلها. هذه نوعيتها الفراولة صغيرة، الظاهر هي صغيرة نوعيتها صغيرة، في نوعية كبيرة ونوعية صغيرة. هذه الطماط هذا اللي يصير اذا يصير احمر، الخيار يطلع في خيار يطلع بس انه ما يعقد، يعني ما يمسك الخيار ما يتلقى عدل، فتذبل الورده وتطيح، يعني نفس هذه نفس هذه. هذا ما ادري والله هو شنو، ملفوف وبروكلي هو شنو ما ادري، بس انه قطع على الاشبنت وغطى على الجت تحت هني برسيم، هذا الجت هني صغار خليه بعد فترة اذا ما يعني يثمر وشيله، واخلي الجت والاشبنت، الاشبنت صاير تحت تحت الاشبنت مع الفلفل داخل قطع عليه. هذا اخر اخر شتلات طماط زرعتهم هني بعد ما حطيت لهم خيوط، فيهم ثمر هناك، وهم صار لي كم يوم اربع ايام ما ضليت عليهم ولا ما لقحت، ما استخدمت الفرشاه تلقيح حق تلقيح ازهار الطماط. الشتلات هذيل اللي هني يبي الطماط يبي له خيوط هني، هذا الطماط هني تحت هناك، هذا هني الطماط. شوف الطماط اللي مو ما استخدمته خلال الاربع ايام هذه ما استخدمتها، شوف شلون يصير اصفر ويطيح، ليش؟ انه مو ملقح. فلازم ارد استخدم الفرشاة شوية، شد حيلي شوية كسلنا من هالبرد. هني في بربيت، هذا تحت هني ويا جرجير بعد، هذا الجرجير اللي هو هني، هذا الجرجير، هذه فول الصويا بعد ما بلش بالازهار، فول الصويا هني، فول الصويا العام كان انتاجه ممتاز، العام انتج سليتي بعد ما سلام. هذه محلية، لا محاليل بدون محاليل بدون اهتمام وايد ولا عمالة ولا بطيخ، اول شيء تعب، اول شيء سوي المشروع اول شيء، وبعدين شغل الماكينة ودير اهتم ان احرص ان الماكينة شغالة وبس. بسلامتكم.